جديد في زون ميكس. بعد ما حكينا على الكلوب حكينا على سي اس اس نحكيو توا على السي بي، لكن قبل هذا حيت نذكركم نتائج مقابلات الاشواط الاولى في كاس تونس. سي اس اس متقدم على ملعب القفصي في قفصه 1-0، واتحاد بوفسدريه منهزم ضد الاتحاد المنستيري 3-0 بعد ما انتهى الشوط الاول 2-0. اهداف زياد العلوي، يوسف العبدلي الهدف الثالث تسجل توا، تعطيكم بعد شويه شكون صاحب الهدف. دونك كما قلت باش نحكيو على السي بي اليوم، كانت وقفه احتجاجيه تواصلا للغضب نتاع احباء السي بي على الرئيس عبد السلام السعيداني. دونك زميلنا رمزي بن غربيه كان واكب الندوه او الوقفه الاحتجاجيه هذه. نسمعوا هم على رمزي الساعه، رحبوا به رمزي، اهلا بك. سلام، مرحبا بك ومرحبا بكل الساده المستمعين اللي يسمعونا على راديو اكسبريس اف ام. باهي، خليك قبل ما نسمعوك انت رمزي خلينا نسمعوا الاحباء شنو قالوا وبعد راجعين. طلبنا بسيطه واضحه ما وضحش منها، الهيئه هذه لازمها تغادر، هذوما ناس فاشلين رياضيا، فاشلين تو 3 سنين خويا نلعبوا على تفادي النزول، ماليا واداريا ما غير ما نحكيو عباره فوضى عمري ما شفت، تربويا واخلاقيا بسم الله وبالله لطف عمره ما صار، عمري ما شفت الهم هذا. انا ماذا بينا خويا غادر كيف كيف، فما حاله عجز ما ينجمش يسير خويا، ماذا بينا يمشي على روحه لا اكثر لا اقل. وكل قله التربيه واللي يحب يطيحنا فيها والمستويات وكل الارض المحروقه وكل الاساليب الكل هذيك خويا ما تمشيش معنا. احنا ناس ولاد عائلات، ناس نظاف، جمعيه عاملينها مويان دو الوزير خويا، نحبوا جمعيتنا تنظاف ما تصور، هذوما لا اكثر لا اقل. عجز فشل يساوي رحيل، نقطة ورجع للستر. مطلب الأساسي خروج السعيداني، ومن بعد تو الجمهور ينظم روحه تنقاو ألف حل وحل. المطلب الأول تاع السعيداني تو خروج، خاطر السعيداني داخل في دوامة كبيرة باش يضر السي بي برشا، يضر فيه أشخاص كبار من ضعف السي بي، داخل في سيستيم على الأرض المحروقة، وإذا ما تنحاش تو باش يضر الناس. والله الأسباب واضحة وجلية عندها برشا، عندنا 3 سنين نلعبوا على السقوط. فهمتني، الاداره مش ماشيه، الماليه والاداره كاداره مش ماشيه قد ينمر فدينا، ما عادش نجمو نحملوا الستريس هذاك الكل. ماذا بينا يا خويا عاود يجيب لنا التقارير الماليه والمحاسبه نتاعنا من الواحد، وخويا من بعد تضرب على روحك، ماك خدمت سي بي لقب نتاع محب ما باش نحيوا لك حد، اقعد خويا اكوتي واعطينا خويا، خلينا نعملوا دم جديد في السي بي، خلينا دم جديد في الجمعيه خويا، راهو يا نمار فدينا. انا ولدي شنو باش نقري على السي بي، انا نحب السي بي، انا عمري 12 سنه هبطت المنزل نتفرج في الفينار نتاع الكلوب، شنو باش نعلمو ولدي، شنو باش نقول له، انا حب بالسيف تحبونا يحبوا كيبات واحد اخرى ما يحبوش كيبات واحد اخرى، عندنا كاين السي بي في بنزرت هكاو، راهو خويا ماناش في شخصه، هو خاطي كما قال السيد، هو محب محلاه، راهي الجمعيه ما يجيش ماهيش مشكله، غلط هكاو يلزمو يمشي على راسو ريشه، هو ملكه هي كان مش تدو من ايديه مثل غيره هكاو خويا، برا ربي معك ربي معك وكاهو. وش نقول له حاجه اخرى بالله، راهو التاريخ مش باش يرحمه، راهو التاريخ اللي قاعد يعمل فيه ويعمل في الفتنه قاعد يسب العباد، ماهوش باش يرحمه، راهو ماهوش باش يرحمه، يقول لك العام السعيداني كذا وكذا، يمشي على روحه خويا وربي معاه. راهو الجمعيات نظام جمعياتي عاملينه معناتها تابعين الدوله، تطوع بينيفول يا عبد السلام، اش يهمك فيها شكون باش يشد ولا ما يشدش، اخرس خويا تو بعد يجي شكون، ما تقوليش يجي شكون عنده فلوس، راهو بينيفول، راهو جمعيه كي تجي تحط فلوس في بالك ما عندكش الحق باش تقول الرزع استنى والحاج، وهو ما حطش فلوس 15 مليار تشكون وعايش خويا لحظه بالله لحظه ويكذب على العبيد على السي بي، قال حطيت في كونت سي بي، السي بي من 2011 ما عندهاش كونت، عقله من قروي بعد ولاده يا اخي، تكذب على الموت ولا شكون يا عبد السلام ولا راه على ربعه كجه كيفك انت عايش خويا، امان عايش خويا، عندك عبيد فيقه واخرس، راك قاعد تكذب على العبيد، راهو قاعد يجي يقول لك انا صبيت فلوس كونت سي بي، راه السي بي ما عندهاش كونت، راهو صاير فيه كونت من العقله نتاع السي بي من 2011، خليها حتى كيران قبل نتاع السي بي تفكت، راهو يكذب على العبيد، عبيد عندها فيليت خويا، خل نفضح اليوم سامحني خل نفضح، عبيد استاذ شهريته 600 دينار، عنده دار في جردان كرتاج ودار في عين زغوين، على شكون بالله؟ امان فلوس سي بي ماشي في دين عبيد، بالله فيقو يا ابن نزرتي بزاه ربي، وعايش خويا عبد السلام نحب نوصلها لك، بالله وصلها، اخرج راهو بينيفول، راهو شكونك انت؟ خاطر انت ما عطيت شيء للسي بي وطيحت لنا قدرنا مع حماصه، اخرج راهو بينيفول. وجيعة كبيرة رمزي من أحباء، وين ماشي يا سي بي؟
والله كنت تسمع معناها بصراحه شيء يوجع القلب الكلام اللي كنت تسمع فيه اسلام. اليوم النادي اللي بنزرتي 92 سنه داخل على 93 سنه ونلقاو مثل هذه المشاكل. اليوم بنزرت معناها حاجه باهي يجب ربي انه يجمعها البنزرتي يجمعهم النادي البنزرتي في الشتاء والبحر معناها كما يقولوا لنا في الصيف. النادي البنزرتي نذكره قبل بجمعه و10 ايام التالي المباراه ضد اتحاد بن قدان الالاف المتالفه معناها اللي تلفت حول الفريق لانقاذ الجمعيه. حط اسلام في بالك كان الالاف هذوما من الاحبه تلموا اليوم وحطوا شكون يقعد على الطاوله مع عبد السلام السعيداني انه الاشكال هذا يتفض. اليوم النادي البنزرتي يعيش في ازمه معناها شبيهه بازمه النادي الافريقي سابقا. ولو تشوف اليوم النادي الافريقي حل الازمه وجاي يوسف العلمي وتحسنت النتائج وبدات تتكون هيئه مديره وبدات الرؤيه واضحه في النادي الافريقي. اليوم في النادي البنزرتي اليوم عباد خرجوا قدام مقر ولايه البنزرتي طالبوا عبد السلام السعيداني بالرحيل. خلينا نحط الامور في اطار انه عبد السلام السعيداني في وقت من الاوقات تجاوب على حبايه قال لهم يا خويا باهي انا نحب نحبوني نمشي هاني باش نحل باب الانخراطات وباش نحل باب الترشحات من 26 ماي حتى 9 جوان. وعبد السلام السعيداني حتى كي هبط البلاغ هذايا في تدخلات وحبر معناها الصفحه نتاعو يقول انه اذا كان اليوم سمحني في الكلمه فما بارونتيز راجل قادر انه يقدم روحه للنادي البنزرتي فمرحبا لانه في وقت من الاوقات عبد السلام قدم حل باب الترشحات وما تقدم حتى حد. اليوم فما مشكل كبير. عبد السلام السعيداني يتحدث على 15 مليار عجز للنادي البنزرتي. اليوم الجماهير تلوم عبد السلام السعيداني تقول 15 مليار هذيا شكون اللي وصل الوضعيه هذيا نادي رياضه البنزرتي؟ معناها الوضعيه هذيا وصلها عبد السلام السعيداني. اليوم حرب كلاميه كبيره ياسر خلينا نكونوا فما زوز تو كانوا يحكيوا يا اسلام محمد سفير اللي دخل معاك وهذايا معناها هو اللي الناشط وهذايا معناها يعيش في اوروبا وجاي البنزرت ويحاول باش يلقى حل. والحارس خميس السامري اللي كان ضيف في اكسبريس اف ام زاد من الناس اللي كانوا حاضرين اليوم في الوقفه الاحتجاجيه. واليوم خميس السامري معناها خلينا نكون واضحين معناها اليوم من الناس المتحركه برشا عبر مواقع التواصل الاجتماعي واللي تنادي برحيل عبد السلام السعيداني. تو نحكي هذه الفوضى الموجوده سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء عبر الخرج. اليوم في المقابل خلينا نكون واضحين فما انصار ساند لعبد السلام السعيداني وتقول انه عبد السلام السعيداني خدم النادي البنزرتي لولا صعوبات لولا ملعب 15 اكتوبر لولا عدم وقفه المسؤولين الجهويين لولا لولا لولا. لكن انت قلت نقطه مهمه اسلام وين ماشي النادي البنزرتي؟ اذا كان اليوم نقعدوا في الصراعات هذه عبد السلام السعيداني من فرنسا يلعب في الفيديوهات لان في بنزرت وقفات احتجاجيه فيسبوك. اليوم والله فما ستاتيو معناها كتبها سامي القفصي مدرب النادي البنزرتي في تعليق في احدى الباجات معناها نتاع احباء نادي البنزرتي وقال هو نهار اللي في ماتش الشباب بن قالوا يا بنزرتيه حبوا بعضكم. حمد القروي قال الكلمه هذه عنده 14 سنه التالي قالوا يا بنزرتيه اذا كنت تحبوا تبنيوا فريق كبير للمستقبل لموا بعضكم وحبوا بعضكم. هذا اللي مش موجود اليوم بصراحه في بنزرت بين الكبارات النادي. اليوم ما فماش ناس ما صحيح فما اب روحي سعيد الاسود تدخل في العديد من الفترات هو رمزي هذايا مش كان في السيابيه ظهر لي عقليه في تونس ديما ابناء النادي خاصه من الكبارات نتاع النادي ديما تلقى خلافات بيناتهم ديما اللي يجي بعدك ما تحاولش تعاونه تحاول تفشله باش يبدا ما ينجحش هو تنجح كان انت ما فهمتش العقليه هذه وين ماشيين بها في السيابيه وحتى في بقيه الجمعيات زاد اي وانت نحب نوضحوا حاجه اسلام تصور انه لا قدر الله نادي البنزرتي عامله وغادر للرابطه الثانيه ولا اثنين غادر للرابطه الثانيه شنو باش يكون الوضع معناها في النادي الرياضي البنزرتي؟ معناها اليوم قاعدين نشوفوا في جمعيات كبيره واليوم موجوده في الرابطه الثالثه وفي الرابطه الرابعه وقاعده تصارع جراء الانقسامات والخلافات الموجوده. اليوم لا قدر الله النادي البنزرتي اذا كان هو موجود في الرابطه المحترفه الاولى قاعد تشوف معناها في الخلافات هذه لان دعوه هو بصراحه دعوه ملحه انه نحط الخلافات كلها على جنب. صحيح عبد السلام السعيداني القوه نتاعو في الفيسبوك وانت تعرف اسلام انه معناها البارح بركه معناها فما اربع ولا خمسه وثائق هبطت مع عبد السلام سامحني يكذب في الناس اللي خرجت عليه اشاعات قالوا انه الفلوس تثبت في الكونت النادي البنزرتي ومشيت ما تثبتش عفوا في كونت النادي البنزرتي. اما سامحني رمزي فما شكون واحد من اللي يتكلم ويقولوا كونت سيابي معقول عندك تاكيد انت هذا؟ الوثائق هو اللي هبط عبد السلام السعيداني انه الفلوس نتاع يوسف بيجي وبرانس ابارا وزياد العنلي وبلال السعيداني تعديت عبر البنك المركزي ما فماش تاكيد انه تعديت عبر معناها حساب النادي الرياضي البنزرتي لانه النادي البنزرتي نعرفوا انه الكونت نتاعو عنده عقله عنده مده من عاد حمد القروي. لكن الفلوس مش كونوا واضحين برشا عباد حكيوا قالوا انه الفلوس تعديت من غادي لغادي مش كونوا واضحين فور اكزامبل. لكن الفلوس موجوده حسب تاكيدات عبد السلام السعيداني حسب الكاشير الموجوده انه تعديت عبر البنك المركزي معناها انه دخلت لتونس. لكن كيف تم التصرف فيها الفلوس وبرشا كليم راهو ذاك وظهر لي هذا اللي خلى برشا عباد طلب باللوديت اللي دعا عليها رئيس الجامعه ظهر لي في زيارته البنزرت هكا ولا
صحيح هو الوديت معناها هو اليوم شنو اليوم تقرير مالي والوديت هو اكثر حاجه مطلب ملح لحبيب النادي الرياضي البنزرتي في بلجيكا. اليوم نحكيو باغ اكزومبل اي انسان باش يقدم لرئاسه النادي البنزرتي ما يعرف ولا نقطه حول تقرير المالي للفريق. معناها اي انسان اليوم تجي ترمي له كلمه تقول له 15 مليار عاجز للنادي البنزرتي تجي باش تبدل سكوري من طالما ما يقدمش على تدريب على رئاسه النادي البنزرتي. كيفاش 15 مليار شنو هما ال 15 مليار؟ هذه نقطه استفهام اليوم في بنزرت 15 مليار عاجز فاش؟ التقرير المالي ماهوش موجود. انا قلت ما ينجمش حتى واحد يقدم ولا حتى ياكدوا اليوم الناس في الوقفه الاحتجاجيه يقول لك فتح باب الترشحات من نهار 26 لنهار 9 ماي 9 جون عفوا بدون تقرير مالي. ايش وين شنو 15 مليار؟ معناها انا اليوم نحب نقدم روحي لرئاسه الجمعيه ما تعرفش روحك على شنو قادم، شنو شكون الناس اللي تسالك، شنو 15 مليار وين مشي؟ بصراحه اسمعني باش نكونوا واضحين معناها لخبطه كبيره. الحل الوحيد يا اسلام في بنزرت انه يلزم الناس كل تريث والناس كل تقعد على الطاوله وتحط مصلحه الناس مصلحه الجمعيه فوق كل اعتبار، خاطرش اذا كان باش تقعد بامور هكا بصراحه كما قال سعيد الاسود عم ناول اذا كان البنزرتي عم ناول طاح في الاياب السنه باش يطيح في الذهاب، هو ما طاحش لمحاله في الذهاب وما طاحش للرابطه الثانيه، لكن راه مش كل مره تسلم الجره. عم ناول على الطيح السنه على الطيح نجم عم جاي لا قدر الله معنا الفريق ينزل جراء راهو الخلافات الشخصيه اللي قاعدين نشوفوا فيها جراء معناها اليوم المشادات الكلاميه الموجوده عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يلزم شكون يتدخل صراحه اسلام انه باش يفض الاشكال هذيا. هو في العاده رمزي اللي يتدخل سعيد الاسود في العاده، وينه اليوم سي سعيد معناها مسين سول يلم الناس الكل كما نقولوا كبير السيابيه كبير بنزرت. هو باش نكونوا واضحين، هو نتذكر وقتها في جانفي سعيد الاسود كان حاضر في مقر ولايه بنزرت واحنا كنا حاضرين وقت تم الاجماع على بسام الزواوي وجاب بسام الاكسبريس وحكى وضع وقتها بعد تراجع عبد السلام وقال انا باش نشد النادي الرياضي البنزرتي من وقتها الكبارات النادي بعده قال اذا كان هو اليوم معناه يحب يتحمل مسؤوليه فلو ذلك لانه الشرعيه تخليه هو يكون رئيس الجمعيه يكمل الموندا نتاعه وبعد نحكيو. وقتاش توفى؟ اي معناها السنه القادمه، السنه القادمه توفى الموندا نتاع عبد السلام السعيداني، لكن باش نكونوا واضحين عبد السلام السعيداني لو في كل مره يحل باب الترشحات ما يتقدم حد. هذا لا تو معناها يلعب عليه عبد السلام السعيداني في صوره ما يغلق باب الترشحات وما يقدم حد. عبد السلام السعيداني كما قلت انت مادام فماش رابور فينونسي مادام واضح مش باش يقدم حتى حد على المجهول معناها. اي اما في المقابل عبد السلام السعيداني يخرج بعد ويحكي يقول انا اللي حبيته عليه انا عملته، انا نحب نمشي لكن ما نسيبش الجمعيه كيكة في فراغ. في المقابل الاطراف الاخرى يقول لك باهي انت حليت باب الترشحات اي والتقرير المالي. زاد فما نقطه اخرى وحكي عليها جمهور السي بي اليوم انه الجامعه هي باش تتكفل بالانتخابات هذيا. في المقابل الانخراطات وينهم؟ الانخراطات معناها ستباع بعد معناها تحديد الجلسه العامه وهذه لنا نقطه استفهام. صراحة الامور ملخبطه برشا اسلام وساعات والايام القادمه يلزمها تكون حاسمه في هذه الوضعيه لانه اليوم النادي البنزرتي نعم طيح في الجوله الاخرى. اذا كان يحب يبني فريق للمستقبل واذا كان يحب يكون واذا كان يحب باش يرجع يلعب في 15 اكتوبر في احسن الظروف ماهيش بالوضعيه اللي قاعد يعيش فيها معناها خاصه التسييريه. كما قلت ان شاء الله معناها رجال النادي وكبارات النادي يكونوا حاسمين في الفتره القادمه سينو راهو الامور باش تقعد متعكره. واليوم الناس هذوما اللي يخرجوا باش قال لك باش يقعدوا يخرجوا كل جمعه الى ان معناها تتدخل السلطات المعنيه وتدخل رجالات النادي لايجاد تحل الوضعيه لانه وضعيه حرجه وحرجه جدا قاعد يعيش فيها النادي الرياضي البنزرتي. وان شاء الله معناها كما قلت انت الكبارات تتدخل باش تفوت هذا الاشكال. حسب قراءتك حسب اخر الاخبار وين ماشي الامور وين بتترسي رمزي؟ والله كل ساعة وعلمة اسلام اذا نقول لك هي ولات توا الحاجة بها انك لازمك تتبع في الليل في الفيسبوك وتقعد تتبع معناها اللايف تبارك الله سواء من عبد السلام السعيداني من فرنسا او من محمد سفير من بنزرت وخميس السامري زاد دخل في اللعبة. اليوم خميس السامري معناها داخل بقوة وخميس السامري جاي باش يدافع بشراسة. اليوم ولات حتى سامحني في الكلمة اسلام معناها عركة شخصية في الفيسبوك بين خميس السامري وعبد السلام السعيداني كل مرة يخرج واحد يكذب الاخر. هو فما برشا كلام باش نكونوا واضحين معناها من باب الاحترام والتقدير انه ما يتقالش لا في شخص هذا لا في شخص هذا وهذا ما ينقصش من قيمه خميس الثامري شنو قدم السي بي ما ينقصش من قيمه عبد السلام السعيداني الخمس سنين اللي قاعد قدمهم في النادي الرياضي البنزرتي. ما يجيش زوز معناها اولاد جمعيه زوز لعبوا مع بعضهم في ملعب احمد بسيري كي كان تراب عيب الكلام اللي قاعد يتقال بيناتهم. ان شاء الله ان شاء الله شنو اللي باش يصير في الايام القادمه. انا قلت لك اسلام اذا كان ما دخلوش العقلاء ما دخلوش الكبارات باش تقعد امور ماشيه هكاك. وانا نقول لك صعيب ياسر انه شكون باش يقدم ترشحه وبالتالي في نهايه الحلقه عبد السلام السعيداني بلغه الكارتة باش يشكر على الناس الكل يقول انا راني حليت باب الانخراط باب معناها باب الترشحات ما قدم حد دونك خليني نخدمه خليني نخدم خليني نحضر جمعيتي. واذا كان معاي باش يعاودها معناها مره اخرى اذا كان فما شكون قادر باش يشد
انا من غدوه نمشي. دونك هذه الاخت اللي قاعده صايره وساعات والمسلسل طويل. هذا مسلسل مش مكسيكي معناها، هذا مسلسل تركي ب 400 حلقه انا قاعدين نتبعوا فيه. رمزي عبد السلام في ظهوره في قناه التاسع الاخير شد انتباهي في بعض النقاط. دموع عبد السلام السعداني نعرفوا ناس كل رجل قوي معناتها ما يرشف على حد، لسانه صليط، شفناه في وضعية أخرى في حالة أخرى نهار الاثنين، هذا مبدل شيء في بنزرته لدى أحباء السيابي؟ ما بدل حد شيء، ما بدل حد شيء. وهذا معناه سمعت في الحصة هذيك بعد ما علق عبد السلام السعداني تدخل خميس الثامني قال إذا كان أنت معناه تبكي على السيابي جمهور السيابي سامحني في كلمة قاعد يندب فيهم، اشتفى معناه هذا نجم يكون حرب إعلامية، حرب معناها اتصالات، معناها قاعدين نشوفوا معناها باش الاحاسيس. ينجم يكون عبد السلام السعداني عنده الحق في اللحظه هذيك، حس روحه مظلوم، ينجم يكون معناها اللي كسب ود احبين. هو الحقيقه انا واحد من الناس، اي حد راهو دموعه تهبط ما نحبش يكسب ود، ما نصورش اللي اكسبري عملها الحقيقه. انا اسلام شكون واضحين نحكي، انا معناها مش باسمي، انا نحكي باسم معناها شنو قاعد صاير في بنزرت، الناس شنو تحكي، الناس تقول صحيح عبد السلام السعداني مظلوم ويعيش في الغربة وقاعد يتعرض للسب والشتم من الناس الكل، وهو معناها عايش في ظروف في فرنسا ومخلي أم وبوه في بنزرت، فما شكون يقول لي معناها الدموع هذيك اللي كسب الود وبرشا كلام معناها قاعد يصير. وراه قلت لك اسلام راه مازالش يصير فيديوهات سواء من هذا الجانب أو ذاك، لكن هذا في مصلحة شكون اليوم معناها الجمعية أون برانسيب منع، كما قال سامي الجرسي قال كلمة ممتازة اليوم في التدوينة نتاعو، قال اليوم السيابي منعت أون برانسيب، رانا اليوم قعدنا على الطاولة مع المسؤولين ورانا نخمو في تجديد عقود اللاعبين وفي الانتدابات وفي ملعب 15 أكتوبر وقتاش باش يحضر وستاج وين باش نعملوه وشكون المباريات الودية اللي باش نعملوهم، ويا بنظرتي لموا بعضكم راهو اللي قاعد صاير عيب عيب عيب. وهذه والله كلمة قال أحمد القروي ذكرها في 2007 في نصف النهائي وقت السيابي ربحها من منف 2-1 وترشح للفينال ضد الترجي. احمد القروي الوقت ذاك هز يديه ربي ذكرها كما تو، قال يا بنظرتي لموا بعضكم اقفوا مع بعضكم حبوا بعضكم نجموا تعملوا فريق كبير للمستقبل. الكلمه هذه الناس الكل حطوها في بنزرت في اذهانها لكن في تطبيقها ولا واحد طبقها. فقط اخر سؤال رمزي، النقطه كيف اللي في كلام عبد السلام في حواره في التاسعه، قال حكايه الجهويات وانه اصله من سجنان وانه الحكايه هذيك الكل قال تقلب عليه في جمهور السيابي، عندها علاقه هذه ما نعرفش؟ والله اذا بغيت كيف احنا نعرف نكون واضحين، صحيح في بنزرت راهو من بنزرت للسجنان ومن سجنان للوتيك الناس كل بنظرتيه، معناها حتى لان فما شكون لام عبد السلام السعداني في مواقع التواصل الاجتماعي معناها اللي خلق بعض النعارات الجهويه. صحيح هو معناها عبد السلام معروف معناها من جهه سجنان لكن عايش في بنزرت ومتربي في بنزرت وامه بنزرتيه معناها امه بنت بنزرت معناها بنت الفيبور. دونك الامور هذه جوست راهو ديما نقرا في تاويل والكلام اللي يحكيوا عليه العباد هذا زاد كيف معناها اللي كسب الود واللي معناها باش معناها يعطي صوره اخرى للوضعيه اللي يعيشها النادي الرياضي البنزرتي. حتى لو فما برشا باجات من سجنان مش كنا واضحين اسلام معناها تضامنوا مع عبد السلام السعداني، قالوا شرفنا عبد السلام انه يكون ولد سجنان، وهما البنزرتيه راهو لنا مش كنا واضحين يتشرفوا معناها بسجنان كمعتمدين معتمديه في ولايه بنزرت. هذا راهو غزلي هذا معناها مش حاجه اساسيه في الموضوع اللي تعيش فيه اليوم النادي الرياضي البنزرتي، لا حكايه سجنان لا الدموع لا معناها الخروج الاعلامي كل يوم سواء في مواقع التواصل الاجتماعي او في بعض الاذاعات. يا ودي يقعدوا على الطاوله الناس الكل يجوا يفضوا مشكله كبيره اللي هي معناها الوضعيه الحرجه اللي يعيش فيها النادي البنزرتي، لانه راهو النادي البنزرتي ملك الناس الكل. وكما قالوا اليوم الاحباء في الوقفه الاحتجاجيه عبد السلام السعداني سيار رئيس النادي البنزرتي معناها قيدوا التاريخ هذا كيف وكما بقيه الرؤساء الاخرين، وحتى كي باش يخرج من النادي البنزرتي باش يقعد عبد السلام السعداني معناها محب من احباء النادي البنزرتي هذا ما باش ينقص حد شيء. لكن اليوم عبد السلام السعداني يرى في مصلحة الجمعية أنه يلزم يقعد، اليوم الأحباء اللي ضد عبد السلام السعداني يرى أنه يلزم يخرج، لأنه يلزم فرض الإشكال هذا في القريب العاجل وأي جهة تحل وضعية النادي البنزرتي، لأنه راه اليوم السيادة بصراحة إذا كان منع عمناه ولا منع عسناه راه في ظل الوضعية اللي قاعد يعيش فيها واللي باش يعيشها مع بداية الموسم في ظل المشاكل الداخلية راه تنجم تأثر عليك معناها في الموسم القادم. واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك رمزي بغربي على كل هذه التفاصيل اللي مدينا بها بخصوص الوضعية الحالية للسيابي. قبل ما نمشيو للموسيقى والأخبار نذكر بالنتائج الحالية لثم النهائي كأس تونس، 63 دقيقة لعب الملعب القفصي منهزم ضد سي اس اس 2 بلاش أهداف أيمن الحرزي من بنالتي وهدف فراس شوات منذ قليل في الدقيقة 60، أيضا اتحاد بورسعيد منهزم ضد الاتحاد المونستيري 4
4 1 اهداف بوفسدرية سجله عمر بن عمار من بينالتي دقيقة 65، في حين دوبلي زياد العلوي دوبلي ايضا يوسف العبدلي كانوا حملوا امضاء رباعية الاتحاد المنستيري. فاصل لموزيكا الاخبار وبعد مكملين زون ميكس في اخر جزء من حصتنا اليوم.